أدت الصراعات السياسية في السودان بين مختلف القوى السياسية إلى نشوء وتزايد الجماعات الإسلامية المعتدلة والمتشددة على السواء، بينما نما بصورة كبيرة التيار السلفي الجهادي متبنيا شعارات القاعدة وراياتها، وأصبح له وجود في المشهد السوداني، وبرزت للسطح قضية مقتل الدبلوماسي الأمريكي جرانفيل وهروب قتلته من السجن ومصادمات منطقة الدندر بولاية سنار بين جماعات متشددة والشرطة السودانية، فالاحتقان السياسي في الساحة هو ما أدى لتنام نشاطها كما تقول الجماعة. ظهور الجماعة دي هو أمر أنا في تقديري كان ينبغي يكون من زمان، يعني لأنه الضوء يعني حتى والمجال مفتوح ومسلط لكي يبث أفكاره أي إنسان، ويبث أفكار سيئة للغاية ولا تخدم دين الإسلام في شيء. ولكن أسباب الظهور هي الأوضاع اللي ذكرتها أنت، الاحتقان الحاصل، الاعتداءات، يعني حتى دائما هم يوصفوا بأنهم متطرفين، بينما احنا في تصوري ارى انه التطرف في الجهه الاخرى. يعني تنفي السلفيه في السودان تكفيرها للجماعات الاسلاميه الاخرى، لكن مختصين في شؤون الجماعات السلفيه يحذرون من ظاهره تنامي الاختلاف بين الطوائف الدينيه بعد الانتشار الافقي للجماعه خاصه وسط الشباب والطلاب. الان واضح تماما ان هناك تنظيم تحتي وشبكات تحتيه منظمه انتشرت بصوره افقيه في الساحات العامه، كما هو ظهر في المصادمات والمواجهات التي وقعت في مقابر حمد الريد بأمدرمان، وانتشار في الجامعات السودانية. هناك عدة مخاطبات تمت في جامعة الخرطوم بمقتضاها أعلن قيام تنظيم السلفية الجهادية بلاد النهرين أو بلاد النيلين. ظهور تيار السلفية الجهادية الجامع بين المنهج الديني والمواجهة أدى إلى ظهور بعض حالات العنف، عنف يحتاج لمزيد من الحوار والتوافق بين مختلف التيارات الدينية في السودان. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.